طلب البكالوريوس في الثالث ثانوي دلوقتي مع اللاب التاني اللي موجود عندنا اللي هو المعادن، اللي هو بيتكلم عن المعادن اللي موجودة عندنا. زي هنقول طبعا نبذة عنها، قلنا بيعيش الإنسان طبعا على سطح الأرض فوق الإيه القشرة الأرضية، بياكل من الزرع بتاع تربتها بشكل المياه اللي نازل بيبنيها، المواد اللي بيستخرجها من صخورها ومعادنها. عرفنا بكل المتطلبات اللي فيها إنها بترتبط إيه بصورة وثيقة بشكل غير مباشر بإيه بما هو موجود على سطح الأرض دي أو بالقرب منها. عشان كده يجب علينا نتعرف على مكوناتها، وعشان كده يقول لي علل ليه بقى عايزين نتعرف على المكونات، يقول له عشان نستفيد من إيه من خيراتها على أفضل وجه، وننتقي أو نتقي شرورها من الزلازل والبراكين والسيول اللي بتسرع على سطحها. طب رابع حاجة لا يتم ذلك إلا من خلال دراسة طبعا مواد القشرة من الصخور ومعادن المكونة ليه، واللي بتعيش في تلامس مباشر معها بل وتصعب الحياة بدونها سواء في السلم أو الحرب. طيب خامس حاجة هنقول عرف الإنسان طبعا المعادن منين منذ القدم. فعندنا من أول تطور معرفة الإنسان المعادن واستخدامه ليها من أول عصر الحجري. العصر الحجري استخدم الإنسان معد الصوان اللي هو كان بيعمل له من السكاكين والحراب، وكانت أسلحة لصيد الحيوانات والدفاع عن نفسه وهكذا. تاني حاجة استعمل الإنسان الأصباغ المعدنية الممتلئة اللي هي ممثلة فين؟ في المغارة الحمراء والصخر اللي هو كان بيرسم بيهم على الجدران بتاعة الكهوف. وبعدين بعد كده عرف الإنسان النار، وظهرت صناعة الفخار من معادن الطين. الجدران موجودة، الأواني إيه اللي موجودة عندنا منين؟ من الفخار. طب ابتدى بقى يتطور وصلنا لعصر الإنسان المصري القديم. استخدم المصري القديم أحجار الزينة من الفيروز والدمشق والملكايت والزمرد، وشكل الإنسان الفلزات يتعامل معها زي الذهب والفضة والإيه والنحاس. الآن بقى طبعا بقى فيه استخدام كثير للمعادن في كثير من الصناعات واستخدامات الحياة المتعددة. لو ناقشنا ذلك هنلاقي مثلا الكالسايت بيستخدم في صناعة الأسمنت، الكوارتز اللي هو الرمل بيستخدم في صناعة الزجاجية، أكسيد الحديد سواء ماجنتايت أو هيماتايت في صناعة الحديد الصلب طبعا اللي هو لازم في مواد البناء وصناعة السيارات وصيغة الحديد والكلام ده. طب حاجة الفلزبار اللي هو بنستخدمه في صناعة الخزف بشكل الفلزات زي النحاس والذهب عشان تتناسب كلها مع استخدامات الحياة دي المتعددة. طيب لو بصينا بقى هنقول تتركب القشرة المعدنية من 3 أنواع من الصخور، يبقى هي صخور نارية بسيطة ومتحولة. مشترك الصخور الثلاثة في إنها إيه؟ كلها بتتكون من مجموعة من المعادن. نادرا إن نجد الصخر يتكون من إيه؟ من صخر بيتكون من معدن واحد أو صخر بيتكون من عدة معادن. اللي من معدن واحد زي الحجر الجيري كده بيتكون من الكالسيت بس، إنما اللي بيتكون من عدة معادن دي الغالبية العظمى بقى من الصخور اللي هي بتبقى حجريات من معادن متماسكة مع احتفاظ كل منها بالخصائص بتاعته. زي الجرانيت مثلا اللي بيتكون من 3 حاجات اللي هو الكوارتز والفلفلار والمية. طب عادة ما تشترك المعادن المكونة الصخر دي في بعض الصفات أو الخواص. زي مين؟ زي الصخور النارية مثلا اللي تكونت وتبلورت الصهير بتاعها بيتكون من مجموعة من المعادن اللي هي اتبلورت مع انخفاض صغير فين؟ نسبيا في درجة الحرارة والضغط. يبقى درجة الحرارة ايه؟ اللي موجود عند في الحرارة والضغط بتبتدي تكون صخور نارية. أما الرسوبية فدي اللي هي اتنقلت بقى نتيجة التكسير ده بتاع الصخور، نقلناها وترسبت فين؟ واشتركت في خواص متقاربة بالنسبة لإيه لحجم الحبيبات ووزنها النووي. زي الرواسب الشعبي الفيضي في نهر النيل اللي هي بتكون الإيه الغرين والصلصال المتواجدين في التربة الزراعية فين في مصر. ماشي اللي هو إيه اللي هنعرف بعد كده إنهم بيكونوا حاجة اسمها الطحن. ماشي طيب، وده طبعا هنتعرض للكلام ده بالتفصيل في الباب القادم اللي هو بتاع الصخور اللي هو الباب التالت. طيب تعريف المعدن، إذا المعدن هو الوحدة الأساسية اللي بتتكون من الصخر. سؤال المعدن بقى بالنسبة للجيولوجي المتحدث في علم المعادن هيقول إن دي مادة صلبة غير عضوية بتتكون في الطبيعة، ولها تركيب كيميائي محدد اللي هو يمكن التعبير عنه يعني، وده نظام بلوري مميز. يبقى تعالوا بقى نشوف الفحم والبترول. يقول لك ليه ليس من المعادن؟ ليه؟ يقول لك إن الفحم من أصل عضوي. إحنا قلنا في التعريف الأول إن مادة صلبة غير عضوية، غير عضوية بل مع الفحم ماله من أصل عضوي فما ارتبطش معاه. غير كده إنه ملوش شكل بلوري مميز. يعني البترول ليه مش معدن يا عم؟ اللي برضه مش من أصل عضوي. ماشي؟ يبقى دي إحنا قلنا إن المعدن لابد أن يكون غير عضوي، إنما ده البترول من أصل عضوي وملوش برضه شكل بلوري مميز ومادة سايلة. إحنا قلنا من ضمن التعريفات إن أول حاجة مادة صلبة. ماشي؟ إذن وليس له تركيب كيميائي محدد. عشان كده لا نعتبر لا الفحم ولا البترول من المعادن. طيب ازاي بقى اتكونت المعادن؟ هنلاقي المعادن كغيرها من المواد الطبيعية بتتكون من العناصر المعروفة، حيث تتكون اللي موجود عندنا ايه في اشكال زي ما اتفقنا اللي موجود عندنا ايه بتكون من عنصر واحد
بنسميها عنصرية، أو من عدة عناصر فبنسميها مركبة. العنصرية زي الذهب، الكبريت، النحاس، الجرافيت، ماشي، اللي هو صور الكربون، والماس بيتكون من عنصر اللي هو الكربون فقط. بينما المعادن بتتكون من عناصر مركبة زي غالبية المعادن، بتتكون من أحد عنصرين أو أكثر كيميائية. هنلاقي إن موجود عندنا مين، حيث إيه بتكون مركب ثابت حسب القوانين الكيميائية، اللي هي مين اللي هي الخاصة بالروابط زي الكوارتز مثلا، اللي هو إيه صخور المرمى، بيتكون من حاجة اسمها ثاني أكسيد السيليكون، ماشي، بتاع الرملة. الكالسايت، وإنه بيتكون منين، من كربونات الكالسيوم. فاكتشف الإنسان أكتر من 100 عنصر بقى، نجد إن عدد قليل منها ماشي ابتدى إيه يكون أغلب الصخور. فقط 8 عناصر أساسية بتشكل لوحدها 98.5% من وزن الصخور الإرشادية. فبتبقى بقى التنازل اللي موجود عندنا اللي هو إيه زي بقى عناصر النحاس والذهب والكربون والرصاص والبلاتين لا تتعدى في المحض 0.5%. طيب، قد تعرف العلماء على أكثر من 20 معدن، وإن كان أغلبها بيبقى بكميات قليلة في الطبيعة. لو أحصينا بقى المعادن الشائعة والمعادن ذات القيمة الاقتصادية، هنلاقي إنها بتتجاوز 10 في 2000، اللي هما 200 بس، اللي هما إيه اللي بتكون قشرة اللي هي بتعد إيه بالعشرات. طيب، تعالوا بقى نشوف اللي موجود عندنا، العناصر دي بقى إيه هي؟ نشوفها بقى مع بعض. دي العناصر بالنسبة للنسبة المئوية بتاعتها للوزن، هنلاقي اللي هو التمن عناصر اللي احنا قلنا عليهم، الأكسجين نسبة 46.6%، سيليكون 27.7%، الألمونيوم 8.1%، الحديد 5.8%. نيجي بقى للإيه، للثلاثة أو الأربعة اللي بيدعوا كلمة إيهم، الكالسيوم 3.6، الصوديوم 2.8، البوتاسيوم 2.6، المغنيسيوم قلنا 2.1. بقية العناصر دول كلهم 8.6، يبقى دي الباقي اللي هو بقية العناصر ال 1.5 دي اللي هي بقى العناصر الأخرى. طب الأكثر شيوعا بقى، هنلاقي ما عندنا ترتيب المجموعات المعدنية الأكثر إيه شيوعا، مثل الأقل شيوعا، فالأكثر هي السيليكات. قلنا زي مين، زي الكوارتز، زي الأكسوكليز اللي موجود عندنا، زي المايكا، زي البيروكسين، زي الأنتيبول، زي الإنفين، زي الصوان، دي كلها إيه من السيليكات. التانية اللي بتليها الكربونات اللي هي زي الكالسايت، ماشي، زي كربونات الكالسيوم والكالسايت، الدولومايت، المالاكايت، ماشي، اللي احنا هنعرفهم بأساميهم اللي موجودة عندنا، ماشي، اللي هي ايه اللي هي الأسامي ايه الكيميائي بتاعها. طيب المعادن الاقتصادية زي الأكاسيد، فهنلاقي زي الهيماتايت والميجاماتايت أكسيد الحديد. طيب الكبريتيدات بالدال اللي هو زي البيرايت، زي البليمة، زي السيكلالايت، زي الكبريتيد الزنك، وهكذا. الكبريتات اللي هي زي الجبس، ماشي، زي الانهيدريت، زي البيرايت، ماشي، البارايت، ماشي. المعادن العنصرية المنفردة هنلاقي زي الجرانيت، زي الذهب، زي النحاس، زي الكبريت، زي الماس، وهكذا، ماشي. طب بتنقسم المعادن لعدة مجموعات، قلنا أكثرها شيوعا اللي هي مجموعة السيليكات، ماشي، ثم تليها من حيث الوفرة الكربونات، ثم المعادن الاقتصادية قلنا اللي هي أكاسيد وكبريتات وكبريتات زي ما قلنا، ثم المعادن المنفردة اللي هي آخر حاجة اللي موجودة عندنا. ده بالنسبة للجزء الأولاني عندنا فين في المعادن، نلتقي بعد كده في الجزء الثاني إن شاء الله في السنة القادمة.